اسمي ايدي، انا الكوفاوندر تبع استوديو كراميل. من سنتين عملت الماسترز اوف انتربرينورشيب اند انوفيشن بالازا. هذا البروجرام بيسمح لكم تطوروا قدراتكم الشخصيه وكل شيء خاصه برياده الاعمال والانتربرينورشيب. بنصح كل واحد منكم يقدم على بي انتربرينور ازا HEC. كل الفيناليست راح يطلع لهم بورس بالماسترز اوف انتربرينورشيب اند انوفيشن اللي انا عملته من سنتين. My name is Samir Irban. I'm one of the co-founders of Ajirni, which is a peer-to-peer rental marketplace that allows users to rent everyday items from others in their community. I was incubated at Smart Iza in the Boost program in 2020. I can't speak highly enough of my experience here when I did the program, and the support is ongoing. It's not that it stops after 3 months, like it's continuous support whenever we need something. Smart Iza is there. مرحبا، انا طنوس اسكندر، انا الكوفاوندر لاحكي وسكيلفاي. كل حدا عنده فكره، كل انتربرينور عنده فكره او عنده ستارت اب عم يشتغل عليها يقدم على بري انتربرينور اذا HEC، لانه الاسيستنس اللي اخذناها والمنتورنج اللي اخذناه والريسورسز اللي قدموا لنا اياهم سمارت اذا ار انماتشد. الاكسبيرينس اللي رح تعيشوها والانتربرينور اللي رح تتعرفوا عليهم والمنتورنج اللي رح تاخذوه كمان من HEC كمان رح يكون هو انماتشد. انا هيدي نصيحتي لكم وجود لك.